الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى الصف، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. يا شيخ عمران، الجامع قايل هدوء، والسقف اتكشف خالص، هو السقف بس حق عبده، ده الميضة كمان مش قادر، والحيطان راشحة، ربك يستر. استوى الصف، الله أكبر. الله أكبر. بقى أنت يا أبو الفتوح حاطط عينك على العمودية حتة واحدة وبتطلعها في وشي كده أهو، ما أنتش مكسوف. الله يجازي شطارك يا حاج أحسن. وكسف من إيه؟ ليه؟ هو أنا بسرق؟ ما بتشوفش في أمريكا بيعملوا إيه في انتخابات العمد؟ هو إحنا في أمريكا يا أبو الفتوح؟ طب اطلع السلم واحدة واحدة يا أخي، وحط عينك كده على مشيخة البلد مثلا. ايه؟ قرايه يا ام؟ فهتقلبوا عليا ولا ايه؟ مشيخه البلد في عيلتنا من جد كبير. عيال ما تخافش ما تخافش يا شيخ عمر، مشيخه البلد دي مش سكتي. ايه؟ انا باصص الناحيه دي بس. واخد لي بالك انت؟ السلام عليكم اعتبارات البلد. وعليكم السلام يا شيخ عمران. تعالى يا شيخ عمران. تعالى يا شيخ عمران. تعالى يا شيخ عمران. خير يا شيخ عمران؟ الجامع حلوها يا عم، والبلد نايمة على ودان. الله، امال فين الحصيلة اللي انتوا بتلموها كل جمعة؟ حصيلة ايه يا عم؟ دي مش مكفية تجدد الحوص ولا تصلح حنفيات الميضة. خلاص، تعمل 5 جنيه ولا 10 على كل فدان في الزمام يا شيخ البلد. شوف لجنة الجامع تتصرف، انت مش رئيسها يا اخي. ولا لجنة ولا دولة يا عمدة، اني حرامي من الجامع على حسابي، وبكرة هشاور لك الرمل والاسمنت يا شيخ عمران ولا تزعل. الله يبارك لك يا معلم ابو الفتوح ويوسع عليك، يا رب يعطي كل شيء يا رب. ما تتفضلوا معانا غدا. بالهنا يا كريمه. بالهنا يا شيخ عمران. متشكرين. طيب متشكرين جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا شيخ عمران. العريس يا اما القمر على الباب. الحاج محمد محمود لمصر العروس والعريس اما القمر على الباب. شيخ البلد كل عمده اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا المال يا رجاله. فضل خيركم. طب يا عوامل، الواحد ملوش نت للاكل. ما هو باين اهو يا عمده، ده كلام ده دهقاني قفل الاوضه دي مخصوص ومنع جنس اي مخلوق يهود ناحيتها غير بعد ما تاكلوا انتوا وتشبعوا. ما تجبروا زادوا المال يا رجاله، ده عدل جاموس معتبر عارفه في زريب تاني. أنا يعني يا ابو الفتوح ليه ما عملتش الفرح ببيتكم؟ مش انت ابو العروسه؟ هتقول ايه بقى يا سيدي؟ حماتي راسها والف سيف لا تعمل الفرح ببيتي والعروسه تخرج من عندها، وبعدين بيني وبينك وليا كبري. ايه رايك في الوقفه اليوم؟ بسم الله ما شاء الله، بدر منور يا فادي. شايفه عينينا؟ او خير يوسف ما جاش لغايه دلوقتي. ما تقلقيش يا حبيبتي زمانه جاي، احنا لسه اللف اوله. مالك يما؟ ابراهيم اخوكي ما جاش لغايه دلوقتي يا فوزيه، وتلاقيني قلبي واكلني عليه. تلاقي العقربه مراته حشيته زي عوايدها. لا
ده يوسف كلمه ليلة امبارح في التليفون وقال اني اكيد جاي. هتيجي يما؟ وقلبك طبعا غصب عني والله يا حاج. ازيك انت وازاي صحتك؟ ابراهيم فوز. ازيك يا ابراهيم وازاي ولاد؟ الحمد لله. ازيك يا فوز؟ الحمد لله. وحشاني. وانت كمان يا ابراهيم قوي. امال فين جوزك؟ مشغول مع ضيوف. امال فين بناتك؟ اهم يا فوزي. ازيك يا جمالات؟ اهلا. ازيكم يا بنات؟ انا عمتكم فوزان. ايه مش عارفيني؟ اعجب حاجة مش همشي الا معيني تشبع مني. العمر كله ما هشبع منك يا ابراهيم. مين؟ ابراهيم. اهلا. ازيك يا ابراهيم؟ اهلا بالافوكات بتاعنا. ازيك يا بنتي يا سوسي؟ بنتي ايه بقى؟ ما اتجوزت وخلفت. اما اعرفك الدكتور عبد الخالق جوزي. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. دكتوراه في التاريخ الطبيعي ومدرس في كليه التربيه جامعه دمياط. اهلا وسهلا يا دكتور. انا اسف ظروف عرفتنا بعض متاخر لكن ملحوقه ان شاء الله. اتفضل اتفضل يا دكتور. مين جمالات؟ ازيك يا جمالات؟ ازيك يا حماده؟ اهلا 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 اهلا. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حماده؟ دي فرصه سعيده جدا يا استاذ ابراهيم. مبروك. الله يبارك فيك. مش هتيجي تشوفك يا ابراهيم؟ اه لا يا فوزيه البنت دي ما شفتهاش من ساعة ما كانت قد كده. طب يلا تعال. يلا يا ماشي. يلا يا عصام. خد الولد مني بس الأول. هات يا حبيبتي. يلا. يلا حبيبي انزل. انزل يا حبيبي الله يهديك. لا أجرى. حاضر يا أسطى ثانية واحدة. ثانية امسكي يا مال على نفس الراجل. يلا يا عصام انزل. حاضر ثانية واحدة. يلا يا عصام. خلصونا يا فندي. حاضر يا اسطى ثانية واحدة. خلصونا الببرولة بس بتاعت الولد. ما توقع ولا تندعي يا امال لما تروحي بغسليها يا حبيبتي. يا سلام يا امال ساعتين على ما تجهزي نفسك وتلبسي العيال. ده كلام يا امال. هنقول لهم ايه دلوقتي؟ يا سلام انا اللي باكل قميص في 3 ساعات وبحلق دقني في 14 ساعة. يا شيخ احمد ربنا اللي حلقتها. هو سلامات يا زي ما انت يا ابو بس تخنت شوية. ما عرفتش يا استاذ ابراهيم مش المعلم ابو الفتوح هيبقى عمدة البلد؟ اه علشان كده بقى سايب نفسك تتخن. يا الله عشان الواحد يملك كرسي يا ابو ابراهيم. مين؟ ابو حميد؟ ابراهيم؟ ازيك يا ابو حميد؟ ابراهيم وحشني. اهلا وسهلا. اهلا 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 يا حبيبي. اهلا 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 يا محمد. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبي؟ بس استاذن بقى اشوف عزيمي وارجع لكم. ايه على فكره يا حاج انا ما اتعشيتش ومستني اتعشى مع اولادك. اه ما تضيعنيش. ربنا يخليك. حبيبي على السلامه. سلام عليكم. هنزف العروسه ولا نروح يا معلم؟ انا لا يمكن فرقة حصباني دي تزفني. ها اخسى عليك يا يوسف انت ما تكسفني كده اهو. هي عدت ولا هيشتريها؟ يوسف اخويا ده عمره ما ظبط معاد ابدا. ايه مش كلام ده؟ مش كلام؟ وانا مش ممكن هعطل المزيكا اكتر من كده. عليا طلاق بالتلاته. اما تتزفي واما تروحي بيت عريسك سكاتي. انت فاهمه؟ فاهمه؟ يوسف يوسف Thank you.
والله طب استني خديه معايا. يلا بالعكس. كده بني ادمين راح تطلعي وحشه لمين؟ الام لونين ياسمين والقبر طويل واسمين. يا سلام يا حته سكره يا ترياق المعكره يا ينام يا ناس على ده تواليت يا بسم الله الرحمن الرحيم. اهدى انت لسه صحيين؟ كلنا صحيين يا حاج. تعالي قولي يا حاج نبقى مع بعض وجينا نوم. يا خبر غير بالك يا دي يوسف، ده صوته حلو قوي، ده انت تنفع فنان بجد وتشتغل في الاذاعه كمان. طب ما جالك عشان يقدم في الاذاعه في مصر ومراتك ما استحملته خلته يرجع تاني ويسيب مصر والاذاعه بعد اسبوع. احكي لنا حاجة كويسة يا أما، لو قعدنا نتكلم في مراتي مش هنخلص الليلة دي. احكي لنا أنت أخبارك إيه؟ ما دام فيها حكايات بقى وأخبار يبقى سهرة للصبح. أعمل لكم شوية شفا. فنان طول عمرك يا يوسف. أنت لسه تعبان مع مراتك يا إبراهيم؟ لسه هشتكي بعد العمر ده كله يا أما. عيشة والسلامة. يا إبراهيم أنت على الأقل سافرت السعودية وعملت لك قرشين. الدور والبيع اللي مرزوع هنا مش قادر يسافر. تصدق بالله إبراهيم. انا ما عادش عندي اي امل في انه يبقى عندي حته شقه صغيره. بيتهيألي اني عايش طول العمر عند حماتي. ما انت اللي استعجلت على الجواز يا احمد، كان لسه بدري عليك. هو حد يعمل عملته دي؟ ده بيتهيألي كان عايز يتجوز من قبل ما يتخرج. كنت فاهم ان احنا هنبني مستقبلنا مع بعض. والله الواحد لو كان يعرف ان الظروف هتبقى كده ما كان يتجوز من اصله. اي والله. الله يسامحك يابا. انا عارف كان علمنا ليه. ماله ابو الفتوح؟ ما هو بقى اغلى واحد في البلد اهوت بعد ما كان عرباجي كره. فاكر يا ابو خليل لما ما كنتش عايز تجوز اختك؟ فاكر يا احمد.
راجل عام، انت هتقلبوا نكت ليه؟ ما تقول لنا نكت ابو خليل. انا برضو بتاع نكت يلا. طب اسمع ليه؟ بقول لك واحد وحش قوي اتجوز واحده وحشه قوي خلفوا عيل رموه. والله سلامات يا استاذ ابراهيم، سنين طويله يا راجل الواحد ما شافكش. انا سمعت انك كنت مسافر بره، كنت في السعوديه قعدت 6 سنين وبينهم سنه راحت. ايوه وراجع تاني ان شاء الله. والله يا شيخ البلد انا بقول على 3 سنين كمان وكفايه كده بقى. بعد ما تنزل الرمل كله تعدي على المخزن وتحمل منه طبقات الاسمنت. ايه مش هتغطتنا الاول؟ انت بتحوج عليه هنا مش لما اخلص الاول جاتك البلا على امك يا جميله. ايه عبد السلام عليكم. علي مفتوح، علي مفتوح. ايه يالا فين يا لي؟ اهلا وسهلا يا زكي بيه. يا اهلا وسهلا يا الف واحد. يا الف واحد. خلص يا زكي بيه. تاخد سعادتك بقى قهوه مظبوط. وادي يا عربيه. مظبوط للبيه يا لي. انت مش قلت انك هتخلص النهارده؟ وانا عندي كلمتي. بس اصل الجماعه لسه واصلين ليله امبارح. جهز سعادتك انت بس العقل وشوف لهم ورشين مقدم على ما نسجل. أنا جاهز بس خلص انت الاول. اهدي على فين؟ والله لا يمكن الغدا جاهز. انا مش فاضي، هستناكم بكره في المكتب. طب وموضوع العموديه؟ حاجه حاجه يا ابو الفتوح. شفت لي ارض الجزيره؟ ايوه يا بيه. شفت لك حته كده 12 فدان على بعضيهم في المطرح اللي ساعتك اخترته بالظبط؟ اصحابها جاهزين؟ ايوه في 2 ورقه في المنصوره بعت اجيبهم يومين ثلاثه بالكتير يكونوا هنا اجيبهم لك على المكتب طوال. اهم حاجه حته الارض بتاعت قرايبك لو خلصت بسرعه كل السكك حديد. سلك سلك باذن الله يا سعاده البيت. بألف سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الفطير المشلتت يا اولاد. الفطير والساعه والساعه يا حاجه. يلا يلا الهنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تسلم ايدك يا امه، بقالي سنين ما اكلتش المشلتت الحلو ده. وانا والله بقالي سنين ما حبسش الفرن. هاتي الواد ده عندك عشان تعرفي تاكلي وروح اشوف ابنك بيعيط ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حبيبي يلا يلا يا سلطة. كلوا يا اولاد، كلوا زي ابن عمكم. ويا ترى بقى هتطلعونا في الصوره معاكم يا ترى؟ جرى ايه يا جمالات؟ طب انا كلب الصوره دي مخصوص عشان انتوا هنا. والله فكره هايله يا حاج. ملس ملس. اهدي كده عملتوها سبتوني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده انا عمري ما شفت البيت زحمه كده يا حماتي. صلي على النبي في قلبك يا حبيبي. اللهم صل عليك يا نبي. امال امال فين شقه؟ يا ساتر حتى يوم الجمعة بيشتغل. ده ايه الحس ده؟ قرب الفطير ده يا حماد قرب. خد يا اخويا. احنا افتكرناك هتروح تاكل عند العروس. عروسة مين يا فنان؟ عروسة مين يا اخويا؟ دمها راحت تودي لها الصباحية. ما كانتش تيجي نص ساعة ورجعت. قلت لها ايه يا ولاد رجعت بدري كده؟ قال ايه؟ العروسة مش عايزة حد يزورها اليومين دول خالص. لكن انت سبتنا بعد الصلاه ورحت فين يا ابو الفتوح؟ اصل زكي بيه الشلودي كان عايز الموضوع كده. ده عضو مجلس الشعب ده؟ وهيدخل مجلس الشعب الدوره الجايه. اصله صاحبي قوي قوي وناوي يعمل مشروع سياحي في بلدنا. في بلدنا هنا؟ لما المينا تفتح ما حاكم بلدنا هتبقى على طريق المينا لازم. المنطقه كلها هتبقى مهمه جدا على الخريطه. بلدنا بالذات هتبقى على قلب الطريق الرئيسي. ده اصله كلام ما حدش يعرفه الا الناس اللي فوق. وزكي مهدي من الناس اللي واصلين قوي. مش الراجل المحامي ده؟ ده راجل نجس وسمعته وحشه. الا ده يا يوسف ولا حناسبه يا فنان ولا كنت حناسبه. ديه مصالح بينه وبينه. هو هيساعدني في العموديه واني هساعده في مجلس الشعب. هلم له صوات بلدنا والخط كله. انت بتكتك بجد بقى يا ابو الفتوح.
امال يا عم ابراهيم ركك انت بس هناخد العموديه وشوف ايه اللي هيحصل للبلد دي. المهم زكي بيه عاوز يشتري حته الارض بتاعتكم يعمل عليها مشروع. طب ما عم عبد المنعم مش هيرضى، ده ناس انه ما رضيش يبيع قبل كده. المره دي مش هيقدر يقول لا، هنراضيها على الاخر. انتوا عارفين زكي بيه ناوي يدفع كام ثمن الارض دي؟ هيدفع كام يعني يا ابو الفتوح؟ 1,000,000 جنيه. سايبه شغلك ليه؟ تأذنت الأستاذ حمد، مش طايقة أقعد في الشغل. تيجي تستأذن أنت كمان. الكلام اللي قاله جوز أختك امبارح ده شاغلني أوي. أنا لغاية دلوقتي مش قادر أصدق، مع إننا رايحين نمضي العقد النهارده. وساكت؟ يا قلبك يا أخي. يعني عاوزين اتحزم مرقص يا امال. ده انا امبارح ما جاليش نوم طول الليل وانا عيني ما غفلتش لحظه واحده. انت عاوزه ايه يا جمالات؟ ده نصيبها الشرعي. انت عاوزه تغيري في شرع ربنا كمان. وامك هتحتاج الفلوس في ايه؟ وبصراحه بقى هي لو خدت نصيبها هتديه ليوسف. بقى يبقى هو عايش في البيت وياخد نصيب امه. ده يبقى استخفاف يا ابراهيم استخفاف. وما تنساش يا ابراهيم يا اخويا انك انت الكبير بتاعهم. انت الوحيد يا اخويا ده عندك ولايه. ما تقول يا بنت تهيئي تلعبوا بره. ما تهربش من الموضوع. اسمع، هات امك تعيش معانا في مصر في اليومين اللي فاضلين ده. عشان تذليها زي ما ذلتي يوسف قبل كده. دول 50,000 جنيه مؤجل، ولما نسجل العقد وتسلموني حتة الأرض أديكوا بقية فلوسكوا على تيرمني. وادي التوكيل بتاع مراته أهو. أمال الست الحاجة ما جاتش عشان تمضي ليه؟ إيه الحاجة دي بإيديني، أبقى أجيب لك بصمتها والختم بتاعها لغاية هنا. أمي بتمضي مش بتبصم يا أبو الفتوح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. امضتك الكريمة يا حجة. ايه 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 كفاية. مبروك مبروك يا حجة. ادي نصيبك يا ابو حميد. خدي يا امان، خدي. خدي يا جمالات. يلا يا سيدي عشان تتجوز وتتكتف زينا. صلى الله ولا فعلك يا سيدي. قلت للحاجة. الحاجة. أيوة. رجعت الفلوس على الكل يا إبراهيم؟ ما عادش فاضل غير نصيبك يا حاجة. اتفضلي. أنا كفاية عليا 1,000 جنيه. هو طبيعي والبيت وادهن ووزع الباقي على إخواتك. بفلوسك يا حاجة. ما حدش هياخد منها مليم. وأنا هحتاجهم في إيه يا يوسف؟ صحيح يا طنط هتحتاجهم في إيه يا يوسف؟ إن شاء الله ترميهم في الترعة. خدي فلوسك يا طن. نفرين نفرين يو مش أجرة. تيجي ناخدها ماشي؟ نمشي 5 كيلو في ساعة زي دي. ياما مشيناها زمان أيام المدرسة، حتى الطريق ده ما كانش متسفلت كمان. أنا شخصيا ممكن أمشي دلوقتي إن شاء الله 20 كيلو، بس الأمانة اللي معانا دي مش خايف عليها. طبعا مبسوطة يا مال. مش مصدقة نفسي، بتهيألي إني بحلم. هيه.
شايف اخوكوا اللي عمله؟ اهو ده اللي كنت عامله حسابه. وحياتك وحياتك لاقيلها في الفلوس كلها وتقعدوا تتفرجوا عليه. الجمالات انت شلت الفلوس كلها، مش هتديني حاجه معايا؟ الله ما تغيرش الموضوع. شوف اذا انت سكت انا بقى مش هسكت. ايه ده رايح على فين؟ انا في الاوضه الثانيه. الله، وايه حكايه الاوضه الثانيه دي اللي انت طالع لي فيها؟ ها؟ انت مش هتنام الا هنا. ايوه يا ابراهيم مش هتنام الا هنا. جمالات البنات، البنات يا جمالات. دول منين يا ابراهيم؟ مش هدخل الطبل الثالث. كمالات انا تعبان. تعبان ده ايه يا ابراهيم؟ انت كل يوم تعبان تعبان. انت من يوم ما رجعت من السفر وانت ما لبستليش يا ابراهيم. ابراهيم 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 نفسي اعمل شريط. شريط قطر؟ شريط اغاني يا رضا. والله بالعدوية وكتكوت الأمير كده؟ هجيب أحسن كلمات وأحسن ألحان. تصور بقى، الموجي، جمال الطويل، مليح حمدي، شيخ سيد مكاوي. نفسي أعمل شريط بحق وحقيقي. شوف بقى سعادتك، الكنال دي هتوصل البحر الابيض المتوسط بالنيل وهتشق الارض دي من نصها. وعارف سعادتك، المنطقة دي كلها سنتين بس وتبقى منطقة سياحية درجة اولى. هو مش في قانون بيحرم المباني على الاراضي الزراعية يا زكي؟ يا سعادة البي ماشي حالك. هو مين اللي بيعمل القانون ومين اللي بينفذه؟ انت على كده بطلت تجريف يا زكي. ما انا يا فندم انا وين بطلوا ايه يا سعاده الباشا؟ الارض اللي نشتريها نجرفها الاول وبعدين نبيعها وهو كله مكسب. مين ده يا زكي؟ اني محسوب سعادتك يا سعاده الباشا او الفتوح حسان المطري دراع زكي بيه اليمين في الناحيه كلها. شوف يا سعاده الباشا، شوف المنطقه دي كلها. انا اعرف صحاب الارض اللي فيها واحد واحد، كلهم تحت امري بالجزمة. خلاص يا ابو الفتوح، ما تصدعش دماغك يا عبد الباشا. انا محسوب وفي الخدمة. محضر غدا زكي بيه. يلا. لا لا سيبنا دلوقتي، يلا اتكل اتكل. امرك يا زكي بيه. امرك قولي له انت يا زوجة، هو مش هيقول حاجة. ابو الفتوح قلبه طيب. وانت كمان يا فوزية نفسك معايا يا اختي. ها ايه يا استاذ، كنتوا بتتولدوا في ايه ليه؟ ها؟ ابدا يا ابو الفتوح، اصل سمسم محتاجه القرشين كده. محتاجه ده ايه؟ ما انت لسه واخده نصيبك. ها؟ اصلها ناويه تفتح مكتب محاماه. اه زي اللي فتحتيها قبل كده هنا عندنا في البلد. وكتبت عليها يا ابني قد كده. وما كتبتني ولا زبون. لا يا ابو الفتوح، المكتب المره دي في دمياط في ميدان الكباس. يعني المكتب هيجيب زباين من واحد يا ابو الفتوح. طب ما تدفعي الفلوس اللي خدتيها. مش مكفيه، ده انا كمان خدت التحويشه بتاعت الدكتور عبد الخالق. اه الدكتور ايه اللي عملت الحاجه دي؟ فلقتوني. الدكتور رايح الدكتور جاي، واخد المدرب طلع مدرس. معلش يا سوسة، ما يقصدش، انت عارفة انه قلبه طيب. الغرض عايزة كام يعني؟ 5000 جنيه. كام؟ 5000؟ هبتهم لك يا ابو الفتوح اول ما ناخدها من الارض.
الشقة هتروح يا ابو الفتوح لو ما خدتش 20,000 جنيه. لا ما تخافيش يا اختي، بقول لك ابو الفتوح قلب ضيق. ايوه ايوه ايوه، ما انت اصلك مش فارقة غير في الكلام ده، اصلك بتجرب انت محلولة، مش همك حاجة. هتفهم لك وهنعمل فوايد. ايه؟ ما تخافش. فوايد ايه يا سامسة؟ هو ابو الفتوح لا سمح الله هيسلف بالفايز. ماشي ماشي يا حضرة الأستاذة يا مرات الدكتور، بس يكون في علمي أول ما تيجي الفلوس هقسمهم من نصيبك. عارف يا أحمد؟ إيه؟ احنا محتاجين عربية ضروري. يا امال بس نجيب الشقة الاول. الشقة والعربية ونشترك في نادي المحافظة ونقدم العيال في مدرسة اللغات دي اللي فتحوها جديد. اكتر حاجة نفسي فيها يبقى لنا شقة نقفل بابها علينا، نربي ولادنا على كيفنا، لا حد يسمع صوتنا ولا حد يتدخل في حياتنا. نفسي اشم هوا بقى واعيش. عارف ان احنا ما جيناش هنا ابدا من يوم ما اتجوزنا، مع اننا كنا هنا كل يوم واحنا مخطوبين. يا سلام، وقبل ما نخطب بس انت نسيت اصلا. كانت ايام حلوه، هنرجعها تاني ان شاء الله. فاكر يا احمد كنا بنحب بعض قد ايه؟ وعملنا ايه عشان نتجوز؟ يا احنا بعيدنا قوي. شوفي بقى، من هنا ورايح انا هبطل اوفر تايم، كمان هبطل اروح الشغل بتاع المحاسبه ده بالليل، هيبقى الوظيفه وانتي وبس. شابوا ايه؟ ها؟ لا احنا هنتعشى. انت بتخرب تقول ايه يا مكتوب؟ الارض دي مش هتنباع. اقعد بس. اقعد بس يا حاج عبد المنعم. انا قلت لك اننا هنراضيك وهنخلي مزاجك فل الفل، خد امسك. يا جدع الكلام تراضيني ده ايه؟ الارض دي بتاعتك. ايه ده اللي بتاعتك يا حاج؟ حته الارض اللي بتتكلم عنها ليا فيه اكتر ما لهم هم فيه. اللي انا اعرفه يا حاج عبد المنعم انك بتزرع الارض دي من عهد المرحوم حب ماء، وعمرك ما دفعت ولا مليم ايجار لولاد اخوك. ريح دماغك يا ابو الفتوح، خلص نفسك انت من الحكايه دي، وانا لما هلاقي الارض على ده هبيعها مرام ولاد اخوي. ايه بس احنا بعنا خلاص يا حاج وهبطل فلوس؟ ما تقدروش، دي ملكي. ملكك يعني ايه؟ يعني معايا ورقه بيع وشراء بنص الارض. قول لولاد اخويا بقى يريحوا نفسهم هم، ما هماش قدي، بلاش يفتحوا على نفسهم فتوحه. سلام عليكم. ادي كل الاوراق اللي عندي. تعالي يا حاج عبد الحميد. ادي حجة الارض اهي، وادي ورقة البيت. ودي عقد جوازك يا حاج. دي بطاقة الجمعية الزراعية، دي باسم ابوك لغاية دلوقتي، وانا كنت فاكر انه غير الحاجه باسمه في الجمعية. بتفهمنا ايه الحكاية بالظبط يا ابو الفتوح؟ الراجل عمكم ده الظاهر عليه كبر وخرف. ما تقولش كده يا ابو الفتوح، عيب. ايه يا حاجة؟ ما اخر بيقول ان معاه ورقة بنص الارض وماضي عليه عم محمد المندوه الله يرحمه. الحكايه دي كانت تايهه عن بالي خالص. يعني ايه؟ ابوكو كان اتزنق في 100 جنيه، قام استلفهم من اخوه. الكلام اللي بتقولوه ده كله واضح، لا يودي ولا يجيب. رجعوا الفلوس اللي خدتوها لصاحبي، ولما احب ابيع الارض هبيعها واجيب لكم حقوقكم. وحقنا ده قد ايه ان شاء الله؟ نص فدان مفيش غيره. انت بتحسب الحسبه دي ازاي يا عم عبد المنعم؟ اقول لك، أنا شاري من مرحوم أبوك فدان ب100 جنيه يا حاج عبد المنعم، إن شاء الله يكون ببلاش. أنا معايا ورقة مبايعة في جيبي، أدي فدان.
الفدان التاني انا راكبه، يعني بزرعه، ولو حد تطلعوه محدش هيشتريه غيري بالشفعة يا استاذ. حرم انا حاجة كام عن ان شاء الله يا يوسف. ايه انت خارج؟ ايوه. بالسلامة يا حبيبي. طب يا حاج السلام عليكم. مع السلامة. طب خليل السلام عليكم. سلام. استنى يا يوسف. راح فين يا ابراهيم؟ شم شوية هوا. طب خد البنات يشموا معاك شوية هوا. خد يلا اتلحلحوا. اخدهم فين يا جمالات؟ اتربطوا جنبك ليه؟ يلا يا بنت العب. يا بنت البيت ده بيت جدكم مش بيت حد غريب. بيت جدكم. ازيك يا نوال؟ الله يسلمك. يا كام سنة ما شفتكيش؟ كتير. امال ايه اخبار جوزي؟ جوزي تعيش انت من 3 سنين. الباقي في حياتك من بعد ما توفى وانا عايشة هنا. انت ما جيتش ولا مرة. اصل كنت مسافر. سمعت. على فكرة بناتك حلوين قوي، ربنا يخليهم لك. فاكر الجرد ده يا ابراهيم؟ زي ما يكون امبارح. سنين كتير عدت وحاجات كتير اتغيرت. اكتر من 15 سنة. اخر مرة شفتك فيها كان قبل ما يجوزوك باسبوع. سمعت انك حاولت تنتحري ودخلوك المستشفى. كنت هتجنن علشان اشوفك واطمن عليكي، لكن ما قدرتش. ابويا الله يرحمه صمم اني ارجع الجامعه في نفس اليوم. كنت فاكره اني هقدر اخوفه واخليه يمنعه الجوازه دي، لكن ما نفعش. صباح الخير. وانت من اهل يا ريس؟ ايه هننزل مصر بعد بكره؟ ماشي. سلام. صباح الخير. صباح الخير يا يوسف. خليه والع يا يوسف. يا ابو خليل ايه اللي مستحيل تغدى دلوقتي؟ كان الفجر قرب جدا. هات سيجاره يا يوسف. وكمان هتدخن؟ انت مش البطل؟ هات بس. انت ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي يا يوسف؟ الجواز بقى دمه تقيل قوي عن ابراهيم، وبعدين هما اللي اتجوزوا عملوا ايه يعني؟ على رايك. لكن ما حبيتش يا يوسف. مساء الفل، انت ايه حكايتك لولاد ابراهيم؟ الحب ده حاجه عظيمه قوي يا يوسف.
من غير البني ادم يبقى ولا حاجه. خرقه كلام انسى. عندك يا احمد اخوك، شوفوا هو ومراته قبل ما يتجوزوا كانوا عاملين ازاي. اللي كان يشوف يقول دول مش هيسيبوا بعض ابدا. شوفهم بعد الجواز عاملين ايه. ده زمن صعب يا ابراهيم. يوسف انا عاوز اخد رايك في موضوع كده. انت نمت يا يوسف؟ يوسف اتفضل يا زكي بيه. أنا كشفت على حتة الأرض في المساحة، وأدي شهادة بإن الملك الوحيد ليه هو عم محمد المندوب نسيب. خلاص يبقى نكمل إجراءات التسجيل والاستلام. يعني نقدر ناخد بقية الفلوس دلوقتي يا زكي بيه؟ ننتظر أسبوع كمان على ما نسجل الأرض. إذا كان على أسبوع بسيطة بجملت. طيب نستأذن احنا والبركه فيك يا استاذ زكي. ما تروحوش هنا ولا هنا عشان يمكن نحتاج لكم في التسجيل ان شاء الله. مريم اسمعوا انت وانا هحصل. حاضر. كمان خير يا اخويا. خير طبعا ان شاء الله يا سعاده الباقي. انا اصلي لسه ما خدتش عرج في حته الارض بتاعت الجزيره. عرج؟ انت هتشتغل عليا خلصانه انا حمالي يا فتوح. يا سعاده الباقي ده اللي موقع لك خطه على الاخر. والله شوف والله لو الناس دي خدت بالها من اللي بيحصل ما تبيعش ابره من الارض. جرايه يا سعاده الباقي. طلع انت بس بطل الشيكات الجميل بتاع سعادتك. اه منك انت يا فتوح. اه منك. ده انت بلوى صيح. عشرة عشرة مقفولين يا زكي بيه. لا خمسة بس. والله وقلت والله ما اخد اقل من 10,000 جنيه بليم احمر. ايه يا زكي بيه ده احنا داخلين وساوي. ما تجيش تشاركنا احسن. وعلى قد ما تدفع ادفع عني بالظبط. طب امشي امشي من قدام خد يا ابني. يلا تيك لسه لسه ايه قالي مش هتعرقني في حتة الأرض بتاعت نسايبي؟ والنبي يا أخويا بقى تطلع من دماغي، أنت أنا مش واخد فيها ولا بليل، ليه هدية؟ لسعادة البيه اللي كان معاك دي، بيشتغل إيه دي يا زكي بيه؟ أنت مالك أنت؟ أنا قصدي يعني إن المصلحة واحدة، وأنت في مجلس الشعب، وأنا في الدايرة كلها، راجلك وتراك اليمين. إلا الراجل ده يا أبو فتوح، ما تودناش في دهبي، خليك أنت في حتتك وعلى قدك وبس. كده؟ يعني كمعاصي أخدم وبس، على العموم أنا تحت أمرك وأمر البيت الكبير في أي حاجة. أي حاجة. غريب الدار عليا جار زماني القاسي وظلمني، مشيت سواح مسا وصباح أدور علي راح مني، أدور علي راح مني، أدور علي راح مني. غريب 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 الدار. هو الصوت مش بطال، يلزمك شوية تمرينات وتمشي. إنما قولي عندك حد يكتب لك الكلام؟ لا. طب خلاص انا عندي جنبنا هنا واد مكواجي اسمه احمد عصبيه، انما بيكتب كلام ايه زي العسل. عسل ايه يا عم الله يرضى عليه؟ انا عايز اعمل شريط على مستوى. وماله يا ابني ما يستوي؟ انت سمعت عن الواد حنكوره الاكتع؟ هو صحيح ايده عاجزه انما عليه ضرب عود ما حصلتش. اكتع ايه بس وبرك بتاعي يا معلم؟ انا هغني ولا هنادي على طماطم؟ يا عم احنا عايزين نعمل شريط على مستوى كويس. انا عايز الاستاذ بليغ حمدي لحلي، الاستاذ الموجي، الشيخ سيد. ما نجيبلك كمان الدكتور. دكتور مين؟ اللي هو عبد الوهاب. الله انت بتتريق بقى، انا خابط المشوار ده كله وحضرتك بتتريق. انت عارف شريط زي ده يتكلف قد ايه؟ قد ايه؟ مش اقل من 50,000 جنيه.
ما عنديش مانع. انا مش عارفه انت ليه مصمم على السفر بالسرعه دي، ما البنات عندهم اجازه. انت مش اخدت الفلوس، انزلي اديهم للمقاول علشان يلحق يشطب العمارة. انت بتجري كده ليه؟ علشان نلحق ميعاد القطر. ما لسه بدري. بدري من عمرك. فاكر يا نوال لما كنا بنتزوج المدرسة ونيجي هنا؟ راح فين؟ أخويا كرم زمانه رجع من الورشة. يا اب منى، يقول الورقه اللي انت مقدمها دي مالهاش صفر، هي مالها مهريه كده ليه؟ يا سعاده الباشا، دي ورقه مبايعه سليمه، المرحوم اخوي ماضي عليها وخاتم عندك كمان. وما سجلتهاش ليه يا اب منى؟ ما كانش حد يميها واخد باله من حكايه التسجيل دي. يا سعاده الباشا، حد كان يصدق ان الارض يبقى لها سعر بالشكل ده؟ بس 100 جنيه يا عبد المنعم، فدان ارض ب 100 جنيه. المهم النية يا فندم، في
ثم ان البائع كان بكامل ارادته لما باع، والدليل على ذلك ختمه على الورقة وتوقيعه، ومن ثم فالورقة صحيحة حتى لو لم يتسنى شرط التسجيل. بس ابويا ما كانش يعرف يقرا ولا يكتب يا استاذ زكي. لو سمحت لي يا سعادة القاضي، احنا بنطعن في الورقة دي شكلا وموضوعا. جايز يكون الختم اللي على الورقة هو ختم المرحوم فعلا، لكن ده ممكن الحصول عليه بطريقة او باخرى. ولكن الذي يفضح سوء النية هو ان التوقيع الذي على الورقة يستحيل ان يكون توقيعه. وايه اللي مخليك متأكد كده؟ لان محمد المندوه الله يرحمه ما كانش يعرف يقرا ولا يكتب، واظن ان الحاج عبد المنعم اخوه يعرف الحكايه دي كويس. ايه رايك في الكلام ده يا عبد المنعم؟ اسمح لي سعادتك ابص في الورقه. ايوه صح صح يا سعاده الباشا، دي مش امضة المرحوم محمد اخوي. صح، محمد اخوي ما كانش بيعرف يقرا حتى عمره ما دخل المدرسه. دي امضة مراته الست فاطمه النبويه اهي، هي اللي كانت حاضره البيع وهي اللي شهدت على الورق. والست دي لسه عايشه؟ ايوه يا بيه، ربنا يديها طول العمر. هي امال لسه عايشه؟ عايشه ترزق. تستدعى الشاهده للادلاء باقوالها. كانت أيام صعبة قوي، أبوك الله يرحمه مهيته كانت ما تغلاش 7 جنيه في الشهر، وحتة الأرض يا دوب كانت تسدد مصاريفها وتجيب لنا رز السنة وشوية خضار في الصيف. كنا نجيب ورقة السمك وناكلها على 2 وساعات حتى على 3 عشان نوفر لأخوك إبراهيم مصاريف الجامعة كل شهر. أنا فاكرة أيامها ياما، ما كناش نشوف اللحمة غير من العيد للعيد. الناس كلها كانت تعبانة. أنا فاكر ليلة عيد الكبير دي عربية الإسعاف ما كانتش تبطل شغل لا ليل ولا نهار. ناس كتير قالوا له ما تطلعهم من المدارس وتعلمهم صنعة يساعدوك، لكن هو كان مصمم يتمم تعليمكم إن شاء الله حتى يبيع خدمتك. أيوه بس يعني معنى كده إن أبويا باع فداني الأرض اللي عم عبد المنعم ب100 جنيه بس علشان ناكل بيه. لا لا يا سوسن، لما اخوك ابراهيم دخل الجامعة بدأت المصاريف تزيد واتزنق في 100 جنيه، مايل على اخوه يستلفهم منه على 10 من الطماطم هتكسب ويرجع له فلوسه. الطماطم كلتها الدودة وبقت مرمية على الارض مش لاقي حد يلمها، فما قدرناش نسدد له فلوسه. بعد كده عمكو صمم انه ياخد الورقة دي عشان يحفظ بيها حقه. أبوكم ما توفرش معاه 100 جنيه لغاية ما مات. بس أنت متأكدة إن الإمضة اللي على الورقة دي إمضتك يا حاجة؟ أيوة يا إبراهيم، في الأول أنا ما كنتش موافقة، لكن هعمل إيه؟ ما كانش في حل تاني. أبوكوا خاتم وأنا مضيت. دي حاجة لا يمكن السكوت عليها، دي سرقة علني. إبراهيم انزلي انزلي. معقول يا ابراهيم احنا كبرنا على الحاجات دي؟ انا حاسس اني ما كبرتش، كل سنين اللي عدت من عمري دي خلاص انتهت في لحظه. مش ممكن يا ابراهيم، انت دلوقتي عندك ولاد. انا هديهم كل اللي هم عاوزينه، انا بني لهم بيت في حلوان، هديهم فلوس تكفيهم طول العمر، بس انا كمان نفسي اعيش. أنا فعلا ما عشتش أنا وين، كل السنين اللي عدت من عمري
اتسرقت مني وانا مش دريان. اول ما سمعت صوتك وانت بتقلد الكروان ما صدقتش، بس انا كنت متاكد انك هتعرفي وقت خروجي. نوال، انا هيجيلي فلوس كتير قوي من حته الارض بتاعتنا، هدي لمراتي وولادي 100,000 جنيه، 150,000 جنيه، وعيش جنبك بالباقي. اول ما سمعت انك جاي من مصر واني هشوفك تاني كنت هتجنن. ساعة ما شفتك كنت عايزة أجري عليك قدام كل الناس وأترمي في حضنك. ساعة ما شفت مراتك وبناتك حسيت إن قلبي انخلع مني وإني في حلم لازم أصحى منه. صوتك وحشني، سنين طويلة ما سمعتوش. تعرف أنا كنت هسافر المنصورة امبارح. ليه؟ أقعد هناك لغاية أنت بترجع مصر تاني. يا إبراهيم إبراهيم عاوز تقول إيه يا أبو الفتوح؟ القضية كلها بقت واقفة على كلمة واحدة منك أنت يا حاج، وأنت كل اللي هتقوليه انك ما تعرفيش ايوه حاجه عن الموضوع ده. والقمضه اللي على الورق، ما انت هتقولي ان القمضه دي مش بتاعتك وانك حتى لا تعرفي لا تقري ولا تكتبي. مش دي الحقيقة يا أبو الفتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فينك يا راجل؟ محدش بيشوفك. مسغول يا سيد اليومين دول مع زكي بيه. يا بختي من كان النايب خاله. خير يا عمدة، عايزني في ايه؟ احنا نقدر نستغنى يا راجل. قال ايه يا سيد الراجل البنا اللي شغال في الجامع؟ بيقول ان السقف بتاعه مش نافع ولازم يتكسر ويتعمل له صبيه جديده. والحيطان هي رخا بايشة خالص. انا قلت نشور عليك يعني قبل ما نكلم لجنه الجامع ونلم فلوس من الناس. لا يا حاج احمد، انا برضه اللي هصرف على السقف وهعمل له عمدان كمان لو احتاج عمدان. ايه رايك بقى؟ ومالك زعلان كده؟ ما هو دي اللي مستنياه منك البلد. ولا انت شلت من دماغ حكاية العمود دي؟ لا ما شلتهاش وما ليش هشيلها هم. وبصراحة بقى المية لما بتركي في مطرحها كتير بتعفن بصراحة. خلي البنا عاد عليها شيخ عمران وانا هشوف كل طلباته. وانا انا هشتري حاجة من برا بقى كله في المبنى. عينك بتقول قلبك منقول، منقول للناس على اللي بيجرى واحنا بنقرا في كتاب ليام. حلو حكاية كتاب الأيام دي يا رضا. الصفحة الأولى عليها زحام وبحبك في الصفحة التانية، بس التانية اللي في تالت يوم خلت قلبك بايت مقسوم. مقسوم إيه بس؟ وريني يا رضا. ماخر الغنوة كويسة بس عايز الشغل. طب إيه رأيك لو قلنا عينك بتقول قلبك مهموم أو مشغول؟ آه مشغول. تمشي مشغول. طب اسمع بقى تبقى ازاي. عينك بتقول قلبك مشغول، بيقول للناس على اللي بيجرى واحنا بنقرا في كتاب ليام. ايه رايك؟ حلو. ها حلو. انا متخيل الغنوه دي بقى لو خدها عم الكمال الطويل اه هقول لك فيها ايه.
قلبك مشغول عينك بتقول بتقول للناس على اللي بيجرى على قد الشوق اللي في عيوني بس بقى ايه لو ادينا لعمك الموجي دلع حالنا بقى شويه قلبك مشغول عينك بتقول بتقول للناس على اللي بيجرى انت وبس اللي حبيبي انت عاوز ايه بتصرف؟ عاوز انا اعمل ايه؟ اموت نفسي؟ اسيب لك البيت واطفش يا امال؟ انت بتزعق كده ليه ما تزعقش؟ لما يبقى لك بنت بقى تزعق فيه ده انا زعلان. امال ارجوك يا امال ارجوك ما تخليش عقلي يشت. انت عاوز ايه على المسا؟ عايز اخد اتصرفوا. ما هو مش معقول عشان خاطر امك مش عايزه تتكلم لهم نزل مليون جنيه يرجعوا مننا كده واحنا مش لاقيين ناس. يعني نضربها يا امال؟ نضربها نقصف عليها تتكلم بالعافيه. انا قلت كده. انا بقول لك فهمت ان هي مش واخده بالها. عاشت حياتها احنا ليه ما عشناهاش بس ده؟ اسمع يا احمد وديني ومعبود لو الفلوس دي راحت هترجع تلاقيني معلقه نفسي في السقف انت فاهم هات ايه يا حبيبتي ما احنا طول عمرنا عايشين من غير الفلوس معلش يا امل معلش استحمل المره دي عشان انا استحمل اوعى تقول الكلمه دي تاني انا من يوم ما اتجوزتك وانا بستحمل عماله استحمل واستحمل استحمل اكتر من كده ايه يا شيخ كفايه بقى كفايه عليك كفايه هحط ايدي على المصحف واحلف يمين الله ابقي صوم 3 ايام يا حجة ولا صوم الظهر كله ينفع يا ابو الفتوح يا حجة انت مش مقتنعه ان الله يرحمه ابويا ما كانش في نيته ابدا يبيع الارض وان عمي هو اللي غصبه على كده ولو خد ارضنا يبقى ظلم صح خلاص ناقص ايه يا حجة حرم عليكي هقول الكلام ده للقاضي هقول ان عمكم ظالم وابوكم ما كانش في نيته انه يبيع لا الكلام ده يستحيل يوصل للمحكمه يا حاجه حاولي تقدري ظروفنا انا عارفه ظروفكم وعارفه ان مرات احمد منكد عليها عيشته دي حلفه لا تموت نفسها لو ما خدتش الفلوس دي لا دي ما اعرفهاش بس اللي اعرفه ان اللي فاضل من عمري ما يستحملش ان اكدب الجلسه قربت يا حاجه ولازم تشهدي فيها ابقي غمض عينيكي غمض عينيكي واحلبي بسرك على حاجه تانيه بعد ما ناخد الارض هنطلع كفاره 1000 جنيه 2000 جنيه عليا طلاق بالثلاثه 10000 جنيه كفاره وناكل الغنامه بتوع البلد كلهم حتى ربنا عاوز ترشيه يا ابو الفتوح ما تسيبك من حكايه الجامع دي احسن مش معقول مش معقول اللي بيحصل ده مفيش ابدا اي واحد يصدقه ده جنون جنون حقيقي اهدي بالله يا سوسن بس الحكايه عايزه شويه تفكير 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 ايه وزدت ايه يا عبد الخالق بقول لك مليون جنيه مليون جنيه هتطير مني في البحر انت عايز مليون جنيه دول يبقوا كام انا خلاص نفخي هيطير هيطير ولا هيطير ولا حاجه بعد الشر عليكي اسمعي انا طالع اعاره السنه دي وان شاء الله هتيجي معايا باذن الله يعني وهحاول ادور لك على شغل هناك والشقه نبقى نكمل ثمنها على راحتنا لا بقى ما تبقاش فلوس ابويا في ايدي ولا حاجه عليها في بلاد الناس يعني ايه مش هتسافري معايا لا ما تخش عربيه يجوكوا عليا يا اخي ما تخش عربيه ما تخش عربيه ما تخش عربيه ما تخش عربيه مالكم مالي مالكم مالي لا حد يا هم مش حد يكلمكم مالك ايه مالكش العربيه انت عايز مالك يا مالك؟ منك لله حبيبي أمكم ناوية تودينا بتاعي لو قالت الكلام ده في المحكمة تبقى مصيبة مصيبة وحطت على دماغك طيب ما تشوف طريقة تانية لازم يا أبو الفتوح لازم نفكر ونشوف طريقة تانية مفيش طريقة تانية ولا تالتة ما دام القاضي طلبها للشهادة يبقى لازم تشهد أنا مراتي قال لها حاجة في مخها عبد الخالق جوزي خد منه كل فلوسه تحويشة العمر دفعتها مقدم في الشقة وفلوس أنا كمان يا أستاذة ولا نسيتيها دي نسيتيها فلوسك يا أبو الفتوح ما تصلوا على النبي يا جماعة اسألوا واحد شيخ عن شهادة أمي يمكن يلاقي لها حل شيخ أنت كمان يا فوزية اسكتي خالص أنت يا مملوكة نعم اسكتي خالص العملية واضحة زي الشمس يا سي إبراهيم ده راجل نصاب
وطلع فين؟ ما تقول حاجه تراسل يا سيوس، ما تتكلم يا اخويا فنان، ولا انت يعني مش محتاج الفلوس؟ مش محتاجها ازاي بقى؟ اذا كنت انا الوحيد فيكم اللي لسه على فضل كريم، لا اتجوزت ولا عملت مستقبل. طب ما تتصرفوا يا اخوانا، اعملوا اي حاجه، امكم لازم تشهد في المحكمه زي ما احنا عاوزين. لازم. السيدة فاطمة النبوية إبراهيم حسن. الشهادة مريضة يا سعادة الباشا وملازمة الفراش، ودي شهادة مرضية بكده. يا سعادة الباشا الكلام ده غلط. الست فاطمة مش عيانة ولا حاجة. إيه اللي عرفك؟ يا سعادة الباشا، إحنا ولاد بلد واحدة، والبيت جنب البيت. أنا شايفها إمبارح وهي فوق السطح تنشر هدوم. اسمع يا استاذ، انا هاجل الجلسه المره دي، لكن بعد كده مش هقبل اعذار مرضيه ولا اعذار من اي نوع، واذا ما جاتش الجلسه الجايه هعتبر عدم حضورها تهرب من الشهاله وهحكم في القضيه. انت فاهم؟ نفكر ايه اللي هنعمله؟ الامر مش هيقبل اي تاكيد بعد كده. انا صحيح مش اخوكم، لكن بعتبر نفسي كده بحكم ان جوز اختكم الكبيره ومصلحه واحده. طبعا يا ابو الفتوح. طب ما نقدرش نتفاهم مع عمي؟ نتفاهم معاه زي بس ابراهيم، ما هو مرضيش قد كده. خلاص نزود له المبلغ شويه، نديله 50,000. 100,000 مش هيوافق، ده صنف نمرود واللي عارفه كويس، وخصوصا دلوقتي هو حاسس دلوقتي ان البيعه كلها في ايده. معلش يا دكتور معلش، نتعب معاه شويه ويا اخي. خلينا احنا متعاقد متعاقد، مش كفايه بقى اكتر من 10 سنين بقى كده؟ يبقى حقنا في ايدينا ومش قادرين ناخده. بلاش الكلام ده. انا عندي فكره ثانيه. خير حاجه طول عمرها بتحب يوسف وبتفضله على الكل. مسكو 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 مسؤولية الجواز ده. مسكو 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 مسؤولية. مسكو 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 مسؤولية الجواز ده. مسكو 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 مسؤولية. المودة والمحبة والتراضي تحبها وتكسب رضاها. لما تتفاهم معاها تحبها وتكسب رضاها. مش هتشبع من هواها، مش هتشبع من هواها لو يعدي العمر مية. مشكو 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 مسؤولية الجواز ده. مشكو 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 مسؤولية. والمحبة والتراضي يا أحبة. المودة والمحبة والتراضي يا أحبة. مرجو مفهوم مفهومية. طول ما انت رايق وخالي حضرني أحلى الليالي. طول ما انت رايق وخالي حضرني أحلى الليالي. حضرني اكلمك.
موضوع كده يعني ايه؟ مالك يا عمرو ايه؟ بتلجلج ليه كده؟ كنتش عايز تتجوز؟ ايه ده؟ معناته ايه الكلام ده؟ ايه؟ انت عارف ان والدي بتاع عمك الحبسك الله يرحمه. الجو القديم بتاع زمان. انت كنتش عايز اخطبها لك؟ انا كلمت كرم اخوك. يا ساتر اخي بوه ده واد معفن. يا مفتوح يطلب 3000 جنيه مهر. ليه ده حسبه؟ امال لو كانت بنت ابنك كان طلب كام؟ تعال تعال يا شاب انت. وانت عايز مني ايه بقى يا ابراهيم؟ كنت بقول يعني يا ابو الفتوح لو تقدر تسلفني 3000 جنيه دول لحد ما ايه؟ اوعى تقول لي لحد ما نبيع الارض. لا يا اخوي ما امك مش عايزه تشهد. هتشهد وعز الجلال لها تشهد يا ابو الفتوح. يا ده انت باين عليك واقع قوي يا ابو ناسا. قوي قوي يا ابو الفتوح. واني ما يهونش عليا اشوفك تتعذب ابدا يا ابو ناسا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. انت ده يا يوسف؟ اه اهلا اهلا. ايه ده يا يوسف؟ مكنه خياطه؟ ده اورجا مفتوح. يعني ايه؟ بتاع مزيكا. يا سلام. من اهلا اهلا. تعرف يا يوسف انا اول ما نزلت مصر وشفت العوامات دي في النيل كان نفسي اسكن في عوام. تحت امرك ابو خليل. العوامه والفرقه تحت امرك. رضا زميلنا في الفرقه وطالب في كليه معلمين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سماح زميلتنا في الفرقه وحبيبتي. اكيد حضرتك الاستاذ ابراهيم بتاع مصر. اهلا اهلا اهلا. الاستاذ ابو الفتوح بزوجتي الكبيره وعمده بلدنا مستقبلا. بتقول حبيبتك كده يا يوسف؟ ده اذا ما كانش عند حضرتك مانع يعني. ايه مانع؟ اول مره اشوف عمده صغير كده. وعلى كده بقى انتوا بتكسبوا كتير قوي من شغلة الافراح والزفاف دي يا يوسف. اهي مستورة عم ابو الفتوح. بقول ايه؟ احط الاكل يا يوسف؟ لا ما تحطيش حاجه. احنا جايين نتكلم شوية مع يوسف ونمشي. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا يوسف. لسه صاحية؟ هو الفجر جدا. على وشك. أسخن لك الأكل؟ لا الحمد لله أنا تعشيت. طب هدفي لك كوباية لبن عشان تعرف تنام. باين عليك عاوز تقول حاجه يا يوسف. اصل الراجل اللي بيعمل لي الشريط جالي النهارده. ما انا كلمتك على الشريط ده قبل كده يا حاجه. هيبقى شريط محترم قوي وانا عبد الحليم حافظ. مش انت بتحب عبد الحليم يا حاجه؟ وكان عاوز ايه الراجل ده؟ راجل مين؟ بتاع الشريط. اه اصل انا عايز الموجي وبليغ حمدي لحنولي الناس اللي كانت بتلحن لعبد الحليم دي. والناس دي طبعا بتاخد فلوس كتير. انت عاوز الفلوس اللي حشتها من اخواتك يا يوسف؟ لا يا حاجة لا بفلوسك. محدش هيهوب ناحيتها. انا مش قصدي على الفلوس دي. امال قصدك ايه يا يوسف؟ اصل احمد دفع كل الفلوس اللي كانت معاه في الشقة وسوسن متورطة
حتى انت كمان يا يوسف، انت عاوز نحن في امين الله كده؟ لا يا حاج. مليون ابو الفلوس وانا هجيب لكم بدايه. دي ما اتحلتش الشوره دي. لا يا عطيه، ما تخف ايدك شويه على المولى يا اخي. اللي عمل قنطره يستحمل الدوس يا معلم ابو الفلوس. انت قلت من الاول انك متكافل بالجامع واحتياجك. ايوه يا شحمار، انا قلت كده صحيح، لكن اللي عاملها وشحت قوي. دي بقت داخله دلوقتي يمكن على 2000 جنيه واكتر يا اخي. طب ومالك؟ اه كل زيك عن بالك وعن صحتك يا ابو الفتوح. انت مش قبضت من زكب ايه؟ ثمن الارض بتاعتك سايبه؟ هو ده مره يا شحمار؟ ما تصلح انا بقلبك يا اخي. لو كنت كليت وعايز تسحب نفسك من العمليه قوم نبلغ الناس ونلم منهم. لا ما كليتش يا عم ومانيش حكيل، استريحت. هو جامع ناقصه ايه بالظبط يا عطيه؟ ارفع عند المسلح هيشيلوا السقف كله. يشيلوا السقف كله؟ ايوه. وادع وغير انت يا زف. ايوه. شوف مستر عطيه هيحتاج ايه؟ صلحوا له المخزن التاني وما يدوا برضه على الحساب القديم. اه مش كان الشغل احسن من القعده دي؟ اه والله سماح عندك حق، على الاقل كان استنى الموضوع ده. ايه يا يوسف فداك يا اخي، الفلوس بتروح وبتيجي، المهم صحتك يا سيدي على الحنيه. جري يا يوسف ما يبقاش دمك تقيل بقى، ما تفكها بقى يا اخي. ها مش ناوي تعرفني بقى على الحاجه؟ ده انا نفسي اتعرف عليها قوي يا يوسف. بعدين يا سماح بعدين. طيب اه انا بقى استنى يا رضا. ايه؟ انا في حاجه بفكر فيها. خير؟ انا بقول احنا ما خسرناش كل حاجه. اه طبعا احنا معانا كلمات اغنيه وكلمات كويسه جدا، انا شخصيا حاسسها قوي وانت كمان حاسسها صح؟ صح. وانا كمان حاسسها قوي، دي بتفكرني بامي الله يرحمها. خلاص نلحنها احنا. صح نلحنها احنا. انت بتهرجوا، احنا مين احنا اللي نلحن؟ انت وانا وسماح. اه والله احنا ياما لحنا اغاني افراح قبل كده، الغنوه دي بالذات انا عايز اغنيها ازاي بالظبط مش عارف، لكن لو ركزنا شويه هنلحنها وهتطلع احلى مكان هيلحنوها هم. انت بتخرف يا يوسف، هو الموضوع هزار يا ابني؟ وهنغنيها في حفله الجامعه زي ما اتفقنا. جامعه ايه انت راخر يا ابني؟ انت فاكرين الموقف ازاي؟ دلوقتي لما عرفوا ان هي من تضحيه واحد مشهور. مش هتفرق، وبكره افكرك ان ما كانت تكسر الدنيا. صح هتكسر الدنيا. مش هتتجوزني بقى يوسف، ما تقول له رضا. يلا وقت يا سماح. يلا يا عم رضا. يا عمي اذا كان في بيننا وبين بعض شويه خلافات ارجوك تنساها دلوقتي، ده احنا اهل. اهل ايه بعد المحكمه؟ انتوا خليتوا فيها اهل. يا عم عبد المنعم احنا بنعترف ان احنا غلطنا وتسرعنا كمان، بس برضه مهما كان انت في مقام والدنا. اسر الكلام، عايزين ايه؟ هنديك 50,000 جنيه ونسحب القضيه، ويا دار ما دخلك شر. واذا ما وافقت نخليهم 70,000 جنيه. الله، انا هفضل اشد كده وانتوا ترخوا لحد امتى؟ يا عم احنا محتاجين الفلوس دي، كلنا محتاجينها. انا لغايه دلوقتي لسه ساكن عند حماتي ويوسف لغايه دلوقتي ما اتجوزش، وابو الفتوح عاوز يكبر مشروعه عشان يكوش على البلد ويضمن العموديه. ها وايه تاني؟ قولوا، ما تنساش ان القضيه لسه في ايدينا يا حاج عبد المنعم. اسمع يا ابني انت وهو، الارض دي بتاعتي ولما احب ابيعها ايه؟ هديكوا اللي يطلع من ذمتي. يعني ايه؟
يعني تتوكلوا على الله كده وترجعوا الفلوس لزكي بيه بتاعكم. وعلى فكرة يا ابو الفتوح، زكي بيه بعت لي عاوز يشوفني. بعت لك انت؟ ايوه، وانا اللي تقلان عليه. انا اذنكم اشوف مصلحتي. الكلام ده صحيح يا ابو الفتوح؟ ابو الفتوح؟ ايه؟ حاضر، انا رايح اجيب الدواء. احنا ما قعدناش مع بعض، لازم نتكلم يا ابراهيم. هات انت الدواء يا ابو الفتوح. اتفضل. اتفضل يا حاج. الشفا. خد مراته وداها مستشفى المجانين اللي في مصر. مجانين ايه يا ابو الفتوح؟ ودوها مستشفى امراض عصبيه في مصر يا حاج. عمك يا اخويا،
امال الولد احمد فين؟ عندي يام. ما تحمليش هم، خليك انت بصحتك. اتوخفتي على جوزك يا سمسم. ما انا هبيت النهارده هنا يا حاج. لا يا بنتي انا بيت كويسه خلاص. ما تتاخريش على جوزك. لا ما هي برضه الاستاذه اتشكلت مع جوزها وسابت له البيت غضبانه. اصله عايز نسافر معاه السعوديه. انت كنت مستنيه السفريه دي من زمان. بقى ده كلام يا حاجه، بقى يبقى لهم الفلوس هنا ويسافروا يتشحتفوا في بلاد الغربه علشان يجيبوا فلوس. طب اسال ابراهيم شوفي قد ايه تعب يا حرام في الغربه وفي الاخر جاب ايه يا حسره. ولا حاجه. الظاهر ان احسن حاجه ربنا ياخدني عشان ترتاحوا كلكم. بعد الشر عليك يا يامه. كنت شيلي تمام كده. مع السلامة. لا تلم وبسلم لي على الحاج بشير والحاج ماهر. اظن هتقول لي عاوز اسمنت تاني. بقول لك ايه، انا بيتي هتكري مع كام عديه. انا لو كنت بنيته من الاول كان خاصلي. لا يا معلم، الموضوع اللي انا جاي لك فيه موضوع تاني خالص. الاسمنت اللي بنعمل بيه الشغل. مالي مالي؟ مش عارف، زي ما يكون بيفرق كده واخد رطوبه. يا عم لو قلت الكلمة دي تاني اقطع رقبتك. عليا الطلاق بالثلاثة. لكن قطع خبرك ما يروش الارض. انت خشيم يالا ما تفهمش حاجة. انا يالا عندي احسن اسمنت في البلد كلها. انا بس جيت اقول لك. ولا تقول ولا تعيش. وحالك جه تحط فيه بلغة قديمة وتسكت. امشي يالا امشي امشي يالا امشي. مراتي حجزوها في المستشفى وهتقعد شهر على الاقل. وبعدين؟ هتحتاج مصاريف جامده، جلسات كهرباء ودواء و... ما اظن هتقول لي ال 500 جنيه اللي خدتهم قبل كده مش مكفيين. لا يا اخوي، انا مش قاعد على بنك، عليا طلاق بالثلاثه. انا لو قاعد على بنك انا كان خوف من زمان. ما هو كله سلك يا ابو فتوح لغايه ما ناخد الارض. انا ارض يا فندم، ما امك قطعها من ايديك. وساعتها لو بعتكم كلكم في سوق النخاسي عليا طلاق بالثلاثة. ما تجيبوا ثمن الديون اللي عليكم. ما تخافش يا ابو الفتوح، امي هتشهد زي ما احنا عاوزين، مالكش دعوه انت. اديني بس 2000 جنيه دلوقتي عشان امال محجوزه في المستشفى. بيفتح الله يا اخويا. ما عنديش ما عنديش، اجيب من ايه؟ يا ناسي بجيب ايه؟ عامل ايه بس يا ابو الفتوح؟ الله اروح لمين بس دلوقتي يديني؟ طب اسكت اسكت. جاتكم نيله كلكم على بعضكم كده. اسكت خلاص، هديك اللي انت عايزه. بس عليا طلاق بيت ثلاث. لو امك ما شهدت في المحكمه لا تكون وعدكم معقده. ولا ايه معايا؟ جت بص، انا حاولت كده رضا. وفي وسط كتاب ليام بندور بندور. لا يا يوسف لا، انت كده داخل على سكه ابو حليمه يا يوسف. خلاص نقطعها. انا اقول مره وكرس اقول مره. كرس؟ انت هتجيب كرس يا يوسف كمان؟ لازم يا رضا، احنا عاملين غنوه كبيره وحقيقيه. يوه ما فيش يا جماعه. زعلان يا سيدي من يوم ما شخطي فينا ما جاتش. متشكرين يا حاج عمنا، متهيألي إننا مش هنختلف خالص بإذن الله. يا زكي بيه أنا تحت أمرك، بس نخلص من القضية الأول وبعدين نبقى نتكلم. بإذن الله. السلام عليكم. مع السلامة. ادخل. أهلا أهلا أبو الفتور، اتفضل. تعال يا أخوي. اتفضل يا حبيبي اتفضل. أهلا أهلا أهلا. الراجل ده كان جاي هنا بيعمل إيه؟ الحاج عبد المنعم؟ أبدا، ده كان جاي يشورني كده في موضوع و... لا،
ما كانش جاي يشورك ولا يحزنهم، انت اللي بعتهم. اسمع بقى يا زكي بيه، انا مش عيل صغير ولا انا بريالي، انا نبي ازرق وما نساه. انت جاي تهددني يا ابو الفتوح؟ لا لا سمح الله، انا بس بفكرك ان الارض مش هي اللي بينا، بس في حاجات تانية كتير تهمك زي ما تهمني وتوجعك اكتر ما توجعني. ولا نسيت؟ انت اصلا مش فاهم الموضوع يا ابو الفتوح. حتة الارض بتاعتنا سايبك دي، انت مش عارف قيمتها بالنسبة لي ايه؟ دي هي دي اللي هتحدد مستقبلي. يعني كنت بتساوم عليه؟ علي الطلاق بالتلاتة. حتة الارض دي لو راحت مني لكون مرتكب جنايه. ما انتوا كمان مش عاوزين تتحركوا يا ابو الفتوح، هعمل لكم ايه؟ هنتحرك يا سعادة بيه. ده انا كنت لسه جايب لك شهادة مرضية اهو، ان الولية تعبانة فعلا اهي. بالله اشرب ميتها، القضاء مش هيأجل وهيصدر حكم، ولو صدر حكم في أول درجة صعب إننا نغيره بعد كده. الولية لازم تروح المحكمة وتشهد حتى لو شلتوها على نقالة. ما شاء الله، ربنا حرسك وصينك يا يوسف. ايه رايك يا حاجه؟ يحميك لشبابك يا ابني. انت مش هتتهدي بالله بقى وتتجوز عشان افرح بخلفتك؟ يوه مش وقته بعدين يا اما. انا كان نفسي صحتك تبقى كويسه وتيجي معايا الحفله دي. انا صحتي بقت كويسه قوي والحمد لله، بس خلي بالك من نفسك انت. دول على فكره يمكن يزوق الحفله في التلفزيون. صحيح. اه يبقى هاخد التلفزيون في اوضتي واتفرج عليه. لا مش هيذيعوها الليله، هيسجلوها الليله ويذيعوها في يوم تاني. ايه تعرف يا يوسف، لو ما خلوكش احسن واحد يبقى هما الخسرانين مش انت. القرد في عين امه يا ام. 12 ده انت قمر 14 يا ولد. تعرف يا يوسف، انت بتفكرني بابوك الله يرحمه. انت الوحيد اللي طالع له الخالي الناطق. الا كنت بتحبيه امه؟ اختفي يا ولد. يا سلام، كان راجل ولا كل الرجال. اخلاقي عمره ما كذب، عمره ما خان، عمره ما طلعت من حنك العيبه. لما جه يخطبني من خالك رفض، قال ايه؟ خايف عليا ان انا اعيش في الفلاحين. لكن بقى اهو النصيب، اديني سبت المدرسه وجيت وخلفتكم. الله يرحمه. طب يا ام انا ماشي. بالسلامه يا حبيبي. هو يوم واحد اللي فاضل ولازم نرسلنا على حل. الجلسه بعد بكره الصبح يا جماعه. يا حاج انا استلفت من ابو الفتوح 2500 جنيه عشان علاج امان. ايه لو انت بس، ما الاستاذه برضه سالفه، والاستاذ ابراهيم راخر عنده مشاكل ومحتاج الفلوس. والله يا اما ما انا صعبان عليا غير يوسف، لسه ما اتجوزش، والفلوس اللي دفعها في الشريط هتروح عليه لو ما كملش. طب ما انا كده برضو، لو ما دفعتش بقيت تمن الشقه هتروح عليا فلوسي. زمان اول ابوك ما اشتغل في البلديه كانت ماهيته 3 جنيه في الشهر، واول ما خلفنا ابراهيم بقت 5. كانت بتعدي علينا ايام وليالي ما نلاقيش حاجه تتاكل في البيت، نقوم نجيب العيش الناشف ونرش عليه شوية ملح رشيدي. وبعدين يا حاج؟ مكسوف من ايه يا ابراهيم؟ ده كان هنا الجيب كان فاضي صحيح،
لكن القلب كان عمران يا ابني. والنبي ياما انا فاكره ليالي كتير لما كنا نعمل حلة شاي ونفت فيها عيش ناشف عشان نتعشى بيه. يا اخوانا الدنيا اتغيرت والزمن بقى غير الزمن. الناس هي اللي اتغيرت يا احمد. ده زمن الطوفان، كل واحد بيدوس على راس اخوه وامه وابوه عشان يقب. تعبانة وعاوزة انام. ما تنسيش معادي الدواء يا فوزي. حاضر يا عم. قلبك مشغول عيني بتقول، قلبك مشغول عيني بتقول، بتقول للناس على اللي بيجرى واحنا بنقرا كتاب ايام الصفحه يقول عليها لحاك. وبحبك والله بحبك، وبحبك والله بحبك، وبحبك والله بحبك، بحبك والله بحبك، وبحبك في الصفحة الثانية صفحة لقيت كلمة خلت قلبك بايت مهموم، وفي عز النوم عينك بتقول قلبك مشغول، قلبك مشغول عينك بتقول، بتقول للناس علي بيكرا المحكمة بعد بكرة الصبح القاضي هيصدر حكمه وحطوه عليكم كل حاجة. زكي بيه فهمني كده، واللي انتوا بقى مش عارفينه كمان ان زكي بيه نفسه بعت لعمكم عايز يشتري منه الارض. هو معانا ولا معاه؟ لا يا حبيبي هو مع مصلحته، زكي زي اي واحد فيني تهمه مصلحته بس ولا ايه؟ وطبعا لو خسرنا القضيه وعمكم باع الارض هم حصلوني، لو وصلوكم مليم احمر غير اللي خدتوه مش كده وبس، ده يمكن يطلعكم مديونين كمان. مستحيل. تصرخ ما تصرخش هو ده اللي هيحصل. وبعدين بيني وبينكم بقى بعت في وقت للصريق ولعب العيال ده، ثم اني محتاج فلوسي. انا عايز فلوس يا ابراهيم. تقابلنا صفحه توقعنا ونلملم بايدينا وجعنا وتعفر ليات وشوشنا، تصرخ فينا تصرخ فينا وتوشوشنا وتمشينا في طريق مجهول. تقابلنا صفحة وقعنا ونلملم بايدينا وجعنا، تقابلنا صفحة وقعنا ونلملم بايدينا وجعنا، وتعفر ليام توششنا، تصرخ فينا تصرخ فينا وتوشوشنا وتمشينا في طريق مجهول. وبصفحة لقيت عينك سكتة بسكت على طول ولا الانفه. يبقى مفيش غير حل واحد، اننا نمنحها باي طريقه انها تروح المحكمه. خلاص انتم احرار. انا حرام عليها نص نايم. الفلوس فلوسكم انتم والشان شانكم. انت شطان. لو عندك حل تاني قولوا. اصلا مش امك. امي كمان ماتت، كلنا كلنا هنموت. هو في حد هيستنى؟ وبعدين
وبعدين دوليه تعبانه عيانه عندها القلب وعندها السكر والضغط والمراطيز كده. يا حرام عليكم حرام عليكم. حد مفارق ده مفارق في يوم ولا سنين قلبي في الداخل من الفرقة والغنوة اللي بقولها مفارقة. خد يا ابراهيم والنبي حط لامك الدواء على بال ما سخلها شوية شوربة أحسن نايم على لحم بطنها. أيامنا خلاص مش لاقية خلاص واحنا اللي زمان كان حبل خلاص بيوصلنا وعيون السما كانت بصلنا عيون السما كانت بصلنا عيون السماء كتب الظلمة من غيرك مين 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 حيوصلنا من غيرك مين من غيرك مين. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجعله خير يا رب. صحيتي يما؟ أنا كنت جاية صحيح. مالك؟ كابوس كابوس فظيع يا فوزية. هو معاد الدواء كده؟ أيوة أنا رايحة أجيبهولك. أنا بسخنك شوية شوربة عشان تشربيه. خد يا فوزي بالشفا ان شاء الله. تعيش يا اخوي بالشفا. اتفضلي يا هو قران الفجر ده؟ ايوه يا واخواتك لسه صاحيين لغايه دلوقتي؟ ايوه لغايه دلوقتي. قولي لهم يقوموا يريحوا كتتهم بقى كفايه كده. حاضر. بسم الله. مر قوي بالشفا. هو يوسف اتأخر ليه؟ لازم جه ونام. انا اصلي غفلت جنبك. لا لو كان جه كان عدى عندي وصحى. استني يما ما اجيب لك الشرب. لا ماليش نفسي يا فوزية. انا حتى كان نفسي استنى عشان اصلي الفجر لكن دماغي تقيله مش عارفه ليه. يما انت نايم على لحم بطنك. الحمد لله كويس كويس كده. تصبحي على خير. وانت من قبل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرثني من آل يعقوب ويجعله رب رضيا. صباح على خير. سلامة. ربي ربي
أني طلعت تصريح الدفن وشهدت الوفاة واشتريت الكفن وكل حاجة جاهزة. إبراهيم كنت فين يا إبراهيم ساعة أمك ما ماتت؟ إبراهيم 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 تعال معايا عشان نتفق على أسوان والصيطة اللي هتحيي الليلة، لازم نعمل لها أحسن صورة نتعمل في البلد كلها، كانت غالية علينا أوي أوي يا إبراهيم. أمك ماتت إزاي يا أحمد؟ كنت فين ساعة ما ماتت؟ أنا جيت ما لقيتش حد. أحمد ابعد عني يا يوسف. يوسف وحد الله يا يوسف، ده كل ده بتاع ربنا يا حبيبي. كانت كويسة وهي مصرات بعدين معاك اللي عندك إيمان بمصر هتموت نفسك كده. كنت جاي لي عايز أحكي لها وأفرحها. سوسن سوسن أمك ماتت إزاي؟ أنت كنت موجودة؟ قالت لك إيه قبل ما تموت؟ سايبة بيتها بس وقاعدة هنا ليه؟ سوسن سوسن إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. مصادفة غريبة. إيه رأيك في الكلام ده يا أستاذ؟ الشاهدة الوحيدة اللي كان ممكن تثبت حقكم ماتت. الورقة اللي أنتم مقدمينها ملهاش أي قيمة من غير شهادة الأم. يا فندم أنا بطلب التأجيل نظرا لهذا الظرف الطارئ. يا سعادة القاضي المسألة لا تستدعي أي تأجيل، فالقضية محفوظة للحكم. عندكم حاجة تقدموها غير الورقة دي؟ لو سمحت يا سيادة القاضي. ايوه يا ابني. أنا عندي كلمة عايز أقولها. أنت مين؟ أنا يوسف محمد المندوب، ابن المرحومة اللي كانت مطلوبة للشهادة النهاردة. عاوز تقول ايه يا ويسا؟ انا الوحيد من ولاد المرحومه اللي عايش معاها في البيت، واعرف الشهاده اللي كانت عايزه تقولها. اعترض يا سعاده القاضي، فالسيد يوسف ليس مطلوبا للشهاده، كما ان وفاه الام قد اثرت عليه. ارجو تمكين الشاهد من الادلاء بالشهاده. ده مش شاهد يا استاذ، ده جدل. يوسف اتجنن يا وليد. فندم امي كانت عايزه تقول ان ابويا باع فعلا فدان ارض العمي، وان التوقيع على الورقه توقيعها. ارجو من هيئه المحكمه عدم الالتفات الى هذا الكلام، كما ارجو عدم ادراكه في مصلحه الجلسه. ده مجنون مجنون يا سعاده الباشا، ده مجنون رسمي، وكان في المستشفى تحت المجانين واجيب لي سعادتك شهاده بكده. يا سعاده الباشا اقعد مكانك، لو ما قعدتش مكانك هطلع بره. ايوه يا يوسف، هي قالت لك الكلام ده بينك وبينها؟ قالته لنا كلنا، وكلنا كنا بنحاول نمنعها من الشهاده. يا
لكن هي كانت مصممه. ده كلام مكتوب ارض كشف على قواها العقديه. يا سعاده الباشا، انا اجيب لسعادتك شهاده من الخلكه انه مجنون رسمي؟ اجلها لنا اسبوع وانا اجيبها لسعادتك. لو اتحركت من مكانك ثاني او نطقت بكلمه هحطك في السجن. انت مالك؟ هتقرص يا باشا، هتقرص، هتقرص خالص. ابناء المرحومه موجودين؟ الكلام اللي بيقول اخوك ده صحيح؟ كلام يوسف صح. دي العيلة كلها اتجننت. العيلة كلها اتجننت. في كلمة تانية يا فندم، في كلمة تانية يا فندم انا عايز اقولها. قول يا يوسف. مع ان اللي هقوله ده صعب قوي على نفسي، لكن لازم اقوله. قول يا يوسف. ارجو من حضرتك استخراج جثه المرحوم وتشريحها لمعرفه سبب الوفاه.